وقد يقع السعي لإفشال المقاطعة، لأن المقاطعة الاقتصادية ذات أثر بليغ في رد هذا العدوان وفي رد هذا الاعتداء وفي نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد تتدخل المخابرات وتأتي ببعض الأشخاص سواء كانوا من العاملين فيها أو من غيرهم، من غير أن يشعروا أنهم مستغلون، فيقومون ببعض الأعمال الإرهابية وتوضع في محافظهم أو في بعض ملابسهم بعض الأسلحة أو بعض البيانات المكتوبة أو نحو ذلك، وحينئذ ينسب ذلك للمسلمين وينسب على أنه تهديد للإسلام، تهديد من الإسلام للحضارة الغربية، وهذا غير صحيح. فالأفراد مثلا لهم انتماءاتهم لدولهم، ولهم انتماءاتهم لأعراقهم وأجناسهم، ولهم انتماءاتهم لمذاهبهم وطوائفهم، فلماذا تنسب هذه الأفعال جميعا للإسلام؟ مثلا لو قام شخص من إحدى الجمهوريات الإسلامية في روسيا مثلا أو بتصرف، لماذا لا ينسب ذلك التصرف إلى شخصه هو كما هو القانون؟ ومن المعلوم أنه أيضا هو الشرع، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أو ينسب إذا كانوا لا يريدون الشرع ولا يريدون القانون، يمكن أن ينسبوه إلى أهل دولته أو عرقه أو لونه أو نحو ذلك، ولا يمكن أن يعمم هذا على الأمة الإسلامية التي تناهز مليارين. فهذا لا شك أنه ينافي العقل والتفكير السليم.